بعد ما تعرفنا على احوال الطقس النهارده، خلينا كمان نطمن حضراتكم على اسعار العملات والذهب النهارده. وهنبدا اولا باسعار العملات، وهنبدا في البدايه مع الدولار الامريكي. الدولار الامريكي للشراء 15.64 جنيه، اما للبيع 15.74 جنيه. اليورو 17.63 جنيه، اما للبيع 17.80 جنيه. الجنيه الاسترليني 21.15 جنيه، اما للبيع 21.33 جنيه. الريال السعودي 4.18 جنيه، اما للبيع 4.19 جنيه. الدينار الكويتي سجل 49.54 جنيه، اما للبيع 52 جنيه. خلينا كمان نطمن حضراتكم على اسعار الذهب النهارده، وهنبدا اولا بعيار 18. عيار 18 سجل 683 جنيه، عيار 21 797 جنيه، عيار 24 911 جنيه، اما الجنيه الذهب 6376 جنيه.